اعتدنا السماع عن الأهرامات وبرج بيزا المائل ضمن قائمة عجائب الدنيا السبع. وقتها ربما لم يدرك أصحاب هذه القائمة وجود العشرات من المدن والكهوف التي تصلح أن تخصص لها قائمة عجائب ما تحت الأرض. فهناك كاتدرائية بلو ماربل في الأرجنتين، أعجوبة رائعة يتحول فيها الحجر الجيري إلى رخام، ويعد التصميم الداخلي للخرائط الزرقاء المذهلة والمياه الكريستالية لوحة فنية يصعب رسمها في الحقيقة. وفي الولايات المتحدة، حديقة ماموث كيف الوطنية تضم أكبر شبكة من الكهوف الطبيعية وأكبر المعارض تحت الأرض، وبعض هذه الكهوف ترسخت قبل 10 ملايين سنة، أي أنها موجودة قبل ظهور البشر على الأرض. وليس بعيداً عن إيطاليا تقع مغارة سانت مارسيل في فرنسا، عالم آخر مليء بقاعات كبيرة ومعارض أرضيتها من المياه ومجموعة من أحواض الكالسيت الفريدة من نوعها في العالم. ورغم عدم وجود قائمة تضم أسماء هذه المناطق، فإنها تصنف ضمن أكثر الوجهات السياحية ومن أكثر الأماكن جذباً للسياح والمستكشفين في العالم.